السلام ومحبة للجميع في هذا اللقاء الجديد من قناة التكوين وسلسلة حوارات لقاء مع مبدع موضوعنا اليوم هو عن الإصلاح الديني وحصراً الإصلاح في الإسلام الإصلاح الإسلامي والذي يعرف أيضاً بالإصلاح التقدمي أو الإصلاح أو التجديد الإسلامي ويدعو هذا الإصلاح إلى الخطاب الديني ونبذ الخلاف المذهبي والتعصب الطائفي والابتعاد عن التقاليد المزدوجه بخرافات والافكار الداخليه او الدخيله على الاسلام وفي نفس الوقت كانت تلك الحركه تدعو لفهم الاسلام فهما جديدا عن طريق اعاده فهم وتفسير القران والسنه واستخدام الادوات الفقهيه التقليديه مثل الاجتهاد وغيرها من اجل صياغه مشروع اصلاحي على ضوء المعايير العلميه والعقلانيه والنظريه والاجتماعيه الحديثه وذلك لتجديد الخطاب الديني بحيث يلبي متطلبات العصر الجديد للمجتمع الاسلامي. فيما يراه بعض الاصلاحيين اقتداء بالمسلمين الاوائل من الصحابه والتابعين الذين اجتهدوا في مستحدثات عصرهم وكانوا اكثر مرونه وانفتاحا في هذا الموضوع. لكن قبل ان نخوض في بعض الاسئله التي سنسالها في هذه الحلقه دعونا نرحب بضيفينا. لدينا ضيفين مميزين وغنيين عن التعريف، الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي والأستاذ أيمن جودة. أولاً أرحب بك أستاذ محمد عبد الوهاب أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بالتواجد معك. شكرا جزيلا وأرحب بك أيضا أستاذ أيمن جودة. قبل أن نبدأ كنت حابب اطلب من حضرتك استاذ محمد آه، أطلب عن نفسك لانه انت اول مره تطلع معنا في القناه مشرفنا ومنورنا بس ربما بعض المتابعين لا يعرفون من هو أستاذ محمد عبد الوهاب فاذا ممكن عنوان تعريفي بسيط عن حضر جنابك والله محمد ع... كما يعني عندك يعني محمد عبد الوهاب رفيقي باحث في الدراسات الاسلاميه والفكر الاسلامي وناشط على مستوى ال... القضايا المتعلقه بكل ما هو ديني واقعي مطالب ومناضل من اجل اصلاح بعض القوانين وتكييف الدين مع الشريعه بالعموم هذه هي المواضيع التي ابحث فيها وطبعا ايضا في القضايا المتعلقه بالتطرف والارهاب وطرق مكافحه تطرف وفهم نفسيه المتطرف ولي ابحاث ومقالات محكمه في هذا الموضوع. نعم. شكرا جزيلا استاذ محمد عبد مرحبا. والاستاذ ايمن هو يعني كان معنا في حلقه ماضيه على القناه اعتقد المتابعين يعرفوك استاذ ايمن بس بالرغم من ذلك انت مشرفنا ومنورنا بحضورك. طبعا انا قلت مقدمه بسيطه للموضوع الذي نحن سنتطرق له هل هناك شيء ممكن نضيفه على هذه المقدمة أم أم كانت كافية وافية؟ ماذا تقول أستاذ محمد رفيقي؟ طبعا هي ما جاء في المقدمة كله كله لوحده كل كل جزء فيه وكل مقولة فيه هي تحتاج لحديث مفصل هي عدد من الإشكالات المطروحة والتي يمكن أن نتحدث فيها اليوم وأن نتكلم عنها اليوم لكن يعني يعني كمقدمة هذا هو المفروض يعني كمقدمة نعم. هذا هو الطرح الذي يمكن أن يطرح عند التفاصيل حينما نخوض في التفاصيل حينذاك نعم. يمكن أن نناقش بعض ما جاء في هذه المقدمة أو بعض ما ذكر نعم شكرا شكرا أستاذ محمد رفيقي إذا أنا سأطرح الأسئلة وربما تكون الأسئلة يعني للاثنين وربما تكون فقط لواحد من الطرفين حسب يعني الاسئله اللي راح اسالها، بس السؤال الاول هو مفهوم الاصلاح في الاسلام لانه هذا السؤال هو جوهري هو راح يخلينا ندخل باسئله اخرى، ما هو مفهوم الاصلاح في الاسلام استاذ محمد عبد الوهاب؟ حتى هذا يحتاج الى 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 يحتاج الحديث فيه الى تحرير والناس اختلفوا فيه يعني مفهوم الاصلاح اختلف في اختلاف كبير جدا ودعوات الاصلاح في التاريخ الاسلامي هي كثيره وكثيره جدا يعني يمكن ان اقول انها بدات مع بدايه الاسلام يعني حين اتحدث انا عن الاصلاح الديني وحركات الاصلاح الديني لا اقصد بها فقط حركات الاصلاح الديني ال التي جاءت في العصر الحديث او التي بدات مع بداية ظهرت مع بدايه القرن العشرين هذه طبعا تحتاج الى تفصيل خاص والى حديث خاص بحكم ارتباطها بالواقع الذي نعيشه اليوم. ولكن آه. فكره الاصلاح الديني بالعموم هي فكره قديمه جدا منذ ان بدا الاسلام يعني بعد بعد سنوات قليله فقط بدا الحديث عن من هي الفرقه الناجيه؟ من هو صاحب النسخه الصحيحه من الاسلام؟ بعد ظهور الفرق، ظهور الفرق كان سببا من كان بغض النظر عن المضمون، بغض النظر عن المضمون الذي تبنته تلك الفرق ولكن هي كانت تهدف الى اصلاح الوضع، هي كانت تقول بان النسخه مثلا التي يتبعها الناس اليوم ليست هي النسخه الحقيقيه للاسلام وبالتالي انا ساطرح منظورا اخر وساطرح خيارا اخر وساطرح رؤى اخرى في هذا الباب، وبالتالي كثير من الفرق التي ظهرت في التاريخ الاسلامي هي كانت حركات اصلاحيه سواء انتفقت مع ما تطرحه او اختلفت معه. الحركة الوهابية مثلا الكثير من الناس يصنفها على أنها حركة متشددة حركة تكفيرية حركة بغض النظر عن كل ذلك هي في كونها حركة إصلاحية لأنها رامت أن تصلح الوضع الذي وجدته بمنظورها وبالتالي الإصلاح هو مرتبط بعملية تصحيح يعني إرادة تصحيح الوضع وإعادة الناس فكره اعاده الناس الى الدين الصحيح ثم قضيه اخرى اللي هي مبنيه على مفهوم التجديد اللي هو مفهوم ديني اسلامي ورد في بعض الاحاديث انه على راس كل مئة سنه ياتي لهذه الامم من يجدد لها دينها او امر دينها ف بنيت هذه الفكره فكره انه بين الفينه والاخرى نحتاج الى اصلاح لكن الاشكال الكبير والاختلاف الكبير الذي وقع هو في مضمون هذا الاصلاح او في حدود هذا الاصلاح او في ماهيه هذا الاصلاح. القرن بعد القرن العشرين ايضا طرح هذا هذا المفهوم لكن طرح بشكل اخر. لم يعد الخلاف متعلقا حول ما هي ما هو الفهم الصحيح للدين وما هي التصورات الصحيحه للدين كما كان الامر من قبل. وإنما بني على كيفية آه كيفية تكييف الدين مع هذا الواقع الجديد القرن العشرين نحن نتحدث عن ظهور الاحتلال نتحدث عن الاستعمار نتحدث عن الحداثة نتحدث عما وقع في أوروبا وانعكاساته على المنطقة نتحدث عن المنتجات والاختراعات التي بدأت تقتحم المجتمعات الإسلامية وبالتالي انبتق عنها النقاش لماذا تقدم لماذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم لماذا نحن شعوب متخلفه هذا السؤال انتج نوعا جديدا من الاصلاح الديني وظهر في بدايه القرن العشرين سواء في المشرق او المغرب نعم شكرا استاذ محمد قبل ان انتقل للاستاذ ايمن بسؤال سؤال مهم جدا احب ان اسالك سؤال بما انت قلته كله الان بهذه على السؤال اللي انا طرحته، السؤال الذي اريد اطرحه هو هل تعني او هل يعني مفهوم الاصلاح انه استمداد شرعيه من الخطاب الديني او يعني اصلاح الخطاب الديني ليحقق وجوده في العصر الحديث؟ لماذا اسال هذا السؤال؟ لانه هناك الكثير من المنظمات يدعون انفسهم انهم مصلحين دينيين. تفضل. لا هو 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 طبعا ملاحظتك دقيقه يعني هل هل الاصلاح بالخطاب الديني او اصلاح الخطاب الديني نفسه؟ طبعا هذه المدارس هذا يعني هذين الخيارين اللي حضرتك تفضلت بهم هما موجودين في الساحه يعني هناك من يرى ان الاصلاح هو اصلاح المجتمع بالدين وعودته الى الدين ورجوعه الى الدين والعوده الى السلف الصالح وما كان عليه السلف الصالح وان هذه الامه لن تنجو وان هذه الامه لن تفلح لن يفلح اخرها الا بما كان عليه اولها هذه هي طبعا النظره السلفيه للاصلاح وهي العوده الى السابق والعوده الى الماضي ومحاوله ومحاوله اعاده انتاج ما كان في القرون التي تعتبر في الادبيات الاسلاميه بالقرون المفضله وهي القرون الثلاثه الاولى. وهناك مدرسه اخرى وهي التي تحدث عنها وهي التي اعنيها وهي التي انا شخصيا اقصدها وهي محاوله اصلاح الخطاب الديني نفسه ليتكيف مع الواقع ولينسجم مع الواقع وليستطيع ان يواجه التحديات التي يفرضها الواقع. وليستطيع ان يستجيب على الاسئله التي طرحتها الحداثه وطرحت التغيرات والتحولات التي وقعت في المجتمعات الاسلاميه خلال القرن 100 سنه او 120 سنه آه الاخيره وهل الخطاب الديني الذي كان سائدا في تلك القرون الاولى او التي بعدها يصلح فعلا اليوم لان ينت... لان يواكب هذه التطورات وهذه التغيرات ام انه اصبح عاجزا عن مجاراتها وعاجزا عن الاجابه على اسئلتها هذا هو الاصلاح الذي اقصد وهذا هو الاصلاح الذي اتحدث فيه. نعم شكرا شكرا استاذ محمد عبد الوهاب خليني انتقل الى الاستاذ ايمن جوده استاذ ايمن انا لدي سؤالين السؤال الاول هل انت ترى ان هناك حاجه للاصلاح في الاسلام؟ هذه واحده والثانيه او ان مفهوم الاصلاح هو يعني مجالات الحياه الخاصه والعامه حسب مقتضيات الخطاب الديني ماذا يقول استاذ ايمن شكرا جدا يا دكتور ادم وسعيد بوجودي مع حضرتك مع الاستاذ محمد واتمنى الحقيقه ان احنا نقدم للناس النهارده شيء مفيد ان شاء الله نعم الحقيقه دعني ان انا دعني ابني على ما تفضل به اخونا الاستاذ محمد يعني حتى يستفيد الجميع ال ال الاسلام يا جماعه نظريه مرنه وليست جامده بمعنى هو لم ياتي بنمط محدد للحياه او نمط محدد للفكر يلزم به كل الاجيال وكل الثقافات انما الاسلام جاء بنظريه للحياه وللوجود تملك من المرونه والفعاليه والحركه ما يؤهلها للتفاعل مع كل الثقافات وكل المجتمعات بل ومع كل الازمان ولذلك لما خرج الاسلام من الجزيره العربيه الى الشام والى العراق والى كل ارجاء العالم واحتك بثقافات جديده ومجتمعات جديده وطرحت عليه اسئله لم يكن يواجهها في المجتمع المدني الحقيقه بدا يفرز بدا يفرز اجابات جديده بدا يفرز نسخ جديده من الاسلام اذا جاز لي تسميه يعني استعمال هذا المصطلح وبالتالي ظل الاسلام يتفاعل مع يعني احداث التاريخ ومع تطورات المجتمع البشري على مدار التاريخ وهنا بقى دي النقطه اللي انا عايز اقف عنها الحقيقه ظل الاسلام يتفاعل ويتطور ويفرز كل جديد مناسب لكل عصر ولكل مجتمع حتى توقف عن ذلك التطور من حوالي 200 سنه وبالتالي من وجهه نظري انا خطاب الاصلاح الديني النهارده لا اقصد به انا على المستوى الشخصي مجرد اصلاح ما فسد من الخطاب الديني او محاولات محاولات إحياء مرونة الإسلام ليقدم إجابات على تحديات العصر نما نقصد كمان أضيف على هذا المعنى أن نحرك هذا القطار الذي توقف يعني عندما عندما واجه الاجتهاد مشاكل من حوالي 200 سنة وظهرت نعرات تدعو إلى وقف الاجتهاد وإلى الاحتماء بتقليد السلف الحقيقة هنا توقف العقل الفقهي أو العقل المسلم في المرحلة دي وقف بالتاريخ عند مجتمع المسلمين عند هذه اللحظة وحتى الآن أنا أدعي وحتى الآن أنا أدعي أن كل محاولات إحياء ما مات وإحياء ما توقف من قطار الفكر الإسلامي الحقيقة كلها كانت محاولات تحتاج إلى الكثير من الإصلاح إنما عملية الإصلاح عملية مستمرة ظهرت حتى من جيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ورد على فهم الإسلام من انحراف كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح ما حدث من انحراف مع أول الخلفاء الراشدين عن الفهم الصحيح للإسلام قام له أبو بكر الصديق اللي يقيم المعوج وهكذا على مدار التاريخ إنما هل نحن بالفعل لحاجة لإصلاح في هذا الزمن ده أنا عايز أقول لحضرتك نحن من أولويات هذا الجيل هو الإصلاح الديني وانا هنا لا اقصد بالاصلاح الديني تغيير تغيير المز... الخطاب الديني انما انا اقصد بالاصلاح الديني هنا انتاج نسخه نسخه من الخطاب الديني تتفق مع اصول الاسلام لكنها صالحه للاشتباك مع معطيات العصر ومع طبيعته. استاذ ايمن ربما ربما هناك بعض النصوص ربما تفهم خطا في هذا العصر الحاضر يعني ربما يعني فهم الفهم الخطا لبعض النصوص ربما يقع بالمصائب هذه واحده الشيء الثاني هذه واحده يعني ارجو ان تعطيني يعني فكرتك عنها هذه واحد يعني يعني انا قصدي اذا هناك اشياء تفهم خطا اذا الاصلاح الديني هو ضروري في الوقت الحاضر في العصر الحديث هذه واحده الشيء الثاني آم. الإصلاح الديني بما أنه هناك فئات كثيرة يدعون الإصلاح الديني هل أنت تعتقد أن الإصلاح الديني مسألة نسبية؟ تفضل السؤال الثاني صعب جدا يا دكتور ادم يعني اولا اولا اي فهم منحرف لمساله دينيه قد ينتج عنه شيء من الكوارث واحنا قدامنا في تاريخنا المعاصر كثير جدا من التجارب الدمويه والماساويه اللي كان سببها انحراف في فهم بعض افرع الدين لا سيما ما تع... ما يتعلق منها بالجهاد والدماء يعني بعض التيارات الاسلاميه اللي لجات الى استعمال السلاح حتى داخل المجتمعات الاسلاميه ده نشا الحقيقه عن فهم خاطئ للاسلام واظن ان نموذج داعش مازال موجود بيننا حتى اليوم وده امر بالفعل يعني يستدعي ان احنا نقف ونعيد صياغه هذا الفهم للاسلام انما الجزئيه الثانيه من سؤال حضرتك يا دكتور ادم اللي هو متعلق بالاصلاح هل هو نسبي ولا ولا مطلق؟ والله انا انا مش انا عايز اقول ان يعني الاسلام مش عارف انا ممكن اتفهم صح ولا غلط انما الاسلام ليس له فهم واحد فيما يتعلق بفروع الشريعه. يعني يعني في اصول الشريعه الاسلاميه ومقاصدها ستجد هناك اتفاق انما فيما يتعلق بانزال هذه المقاصد الشرعيه على واقع الناس هتجد تنوع وتلون بمعنى ان ممكن اكبر مثال مشهور جدا في التاريخ الاسلامي مذهب الامام الشافعي لما كان في في بغداد كان له اراء فقهيه كثيره جدا لما تحول الامام الشافعي للحياه في القاهره او في مصر حياة راجع عن كثير من ارائه الفقهيه وبدا في انتاج مذهب جديد داخل المجتمع المصري هو هنا بقى السؤال هل كانت اراؤه في بغداد خاطئه واراؤه في مصر صحيحه؟ بالطبع السؤال نفسه خطا. لا اراء الامام الشافعي في بغداد صحيحه في واقع المجتمع البغدادي. واراء الامام الشافعي صحيحه في واقع المجتمع المصري. ولذلك الاسلام يملك من المرونه ما يكفي لانتاج من لإنتاج اراء فقهيه. والإنتاج نظم تشريعية تتناسب وتتلائم وأنا دائما أحب استعمال لفظ التلاؤم مع تنوعات ال... مجتمعات والثقافات، فهل هو نسبي؟ أنا مش عايز أستعمل لفظ نسبي، إنما عاوز أستعمل لفظ الملائم، يمكن أن ننتج نسخة فقهية من الشريعة الإسلامية في المجتمع المغربي، تختلف تماماً مع نسخة فقهية في المجتمع المصري، تختلف تماماً مع النسخة الفقهية في المجتمع الخليجي أو الأوروبي أو الآسيوي، وكلها صحيحة لأنها كلها ملائمة لمجتمعاتها ولثقافاتها، فالحقيقة محتاج العقل المسلم النهارده انه يستوعب واقعه ويستوعب طبيعه التحديات اللي بيلاقيها ثم ينظر الى النص الشرعي لينزله بما يتلائم مع واقع الناس اصلاحا للحياه وليس افسادا لها بفضل الله. نعم شكرا شكرا استاذ ايمن انا سالتك هذا السؤال فقط لانه هناك الكثير من يعني لا اسمي هيئه او افراد يعني بغض النظر عن هذه التسميه لكن هناك الكثير من من الناس الذين يظهرون بإصلاح الإسلام وأفكار مختلفة كل واحد يختلف فكره عن الثاني لكن ما علينا يعني أنت مع أو ضد الإصلاح الديني الإسلامي نعم أو لا أنا أنا بالطبع مع الإصلاح الديني الإسلامي إنما مع وضع تعريف محدد لهذا المفهوم ثم وضع ضوابط لها ووضع مسار معروف مقدماته لا. ونتائجه إنما لا, لا نترك مثل هذه الألفاظ المجملة اللي تتسم بالعموم نخاطب بها العقل المسلم وداخل عموم واجمال هذا اللفظ تدخل تيارات كثيره جدا للاسف تنحرف عن فهم الاسلام وتدعي انها تيارات اصلاحيه نعم نعم شكرا فلا بد شكراً من وضع ضوابط ضوابط علميه متفق عليها لعمليه الاصلاح الديني انما انا معاها في حيث المبدا نعم شكرا شكرا استاذ ايمن. استاذ محمد عبد الوهاب انا سؤالي لك هل الاصلاح الديني يتعلق بالنصوص بنصوص القران والسنه ام الاصلاح الديني عن مفاهيم خاطئه نسبت لهذه النصوص؟ انت ميوت استاذ محمد عفوا صحيح حتى أكون واضح وصريح في هذا الموضوع هو لكي نتقدم ولكي نتطور في الحديث في هذا الموضوع يجب أن نخرج عن كما قال الدكتور أيمن ضيفك الكريم يعني يجب أن نخرج عن, عن, عن الحديث في العموميات والحديث عن الكلام المجمل أنا أتفق جملة وتفصيلا في أنه يجب أن نخرج عن الحديث عن المجمل والعموم والجميع سيقول وما أعتقد أن في أحد سيقول بأنه ليس مع الاصلاح الديني او انه يرفض فكره الاصلاح الديني، الكل سيتفق والكل، ولكن اين الاشكال؟ اين الاشكال برايي؟ هو الاشكال فيما تفضل به ايضا الدكتور ايمن وهو هذه الحدود وهذه الضوابط وهذه ويجب ان نتفق على الضوابط ويجب ان نضع الحدود ويجب. انا لست ضد المبدا في وضع حدود وضوابط وقيود، ولكن الواقع ان هذه الضوابط وهذه الحدود وهذه القيود في كثير من الاحوال ما تفرغ هذا الاصلاح من اي معنى ما تجعل من هذا الاصلاح غير ذي فائده حين تقيد هذا هذا الاصلاح حين تقيد عمليه الاصلاح بعدد من القيود الفقهيه التي تجعله لن يتجاوز دائره معينه ولن يخرج عنها ولن يستطيع ان يتجرأ على ما سواها وهذه الضوابط انا برايي الشخصي هذا طبعا اطرح رايي الشخصي هي بدورها تحتاج الى الى مراجعه وهي بدورها تحتاج الى اصلاح على سبيل المثال وانا احب ان ادخل في الامثله لان يعني الامثله اوضح في توضيح في في توضيح المقصود ابلغ في توضيح المقصود حين مثلا نضع قواعد اصول الفقه الامام الشافعي جاء في جاء وضع في القرن الثالث الهجري ووضع ضوابط معينة وأصول معينة وضمنها كتابه الرسالة وكان ذلك سببا في تأسيس ما سيعرف فيما بعد بعلم أصول الفقه العالم الإسلامي اليوم لو جمعت كل بكل فقهائه بكل مؤسساته الدينية يكاد يتفق يكاد يتفق على أنه لا يمكن الخروج عن هذه الأصول الموضوعة في اصول الفقه ويعتبرها هي المرجعيه التي يمكن الاعتمادها في اي تجديد او في اي اصلاح بالنسبه لان اعتبر هذا اكبر عائق يمكن ان نصادفه في عمليه الاصلاح لانه برايي ليس فقط الفقه الذي انتجه الشافعي هو فقط الذي يمكن تغييره من بلد الى بلد من العراق الى مصر الى المغرب لكن مع التقيد العام بالاصول العامه لا انا لو لو سنبقى في نفس الدائره وسننتج نفس ما انتج قديما، لكن لا. على العكس انا ارى انه حتى الاصول التي وضعها الشافعي مثلا واللي هي مرتبطه بالسؤال اللي تفضلت به لكيفيه التعامل مع النصوص اكبر اشكال وعائق يواجه اليوم عمليات الاصلاح او دعوات الاصلاح هي كيفيه التعامل مع النص مع النص. أصول الفقه بـ 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 بشكلها التقليدي وضعت شكلا معين ومنهجية معينة للتعامل مع النص أنا أقول بأن هذه المنهجية أصبحت متجاوزة اليوم ليس فقط الفقه الذي نكيفه ونأتي بالنوازل ونقول لا والإسلام فيه والنوازل والحوادث الجديدة سنبحث لها عن مخرج وسنبحث لها عن داخل الفقه الإسلامي لا الامر برايي يحتاج الى ثوره، يحتاج الى ما هو اكبر من ذلك، يحتاج الى مراجعه حتى هذه الاصول التي وضعت. حين ناتي الى قاعده ولذا انا احب كما قلت ان ادخل في الامثله مباشره حتى يكون النقاش واضح وصريح. حين ياتي شخص ويقول لي بانه مثلا لا اجتهاد مع النص ويكاد يتفق الفقهاء على انه لا اجتهاد، والان لو جمعت كل فقهاء العالم وقلت لهم نريد اجتهادات حديثه ونريد ان نعمل الاجتهاد قلت نعم نحن مع الاجتهاد ويجب ان يكون الاجتهاد ولكن بشرط لا اجتهاد مع النص اذا انت افشلت كل شيء افشلت العمليه كامله حين تقول بانه لا اجتهاد مع النص افشلت العمليه كامله لانه اين يوجد الاشكال اليوم؟ يوجد الاشكال في كيفيه التعامل مع النص الان نحن حين نسب داعش وننتقد داعش ونقول داعش ارهابيه وداعش اخطات فهم الاسلام، من قال هذا؟ من الذي حكم بانها هي اخطات فهم الاسلام؟ هي فهمها نسخه من نسخ كثيره من افهام الاسلام، لانه الاسلام فهم عبر مدارس عديده وعبر طرق عديده وعبر منهجيات عديده، واختلفت الفرق والطوائف والملل على مر التاريخ بشكل نسبي. لا أستطيع أن أقطع وأقول بأن الطائفة الفلانية أو أهل السنة والجماعة أو المعتزلة أو الخارج هم الذين كانوا على الحق لكل طريقته ولكل فهمه ولكل أدلته وبالتالي إذا لو لاحظت معي أن داعش في كل ما كانت تقوم به مما نعتبره إجراما ونعتبره اليوم بالمعايير الحديث نعتبره إجراما ونعتبره وحشية ونعتبره هي أصلت له من داخل الكتاب والسنة تتفق مع طريقة التأصيل تختلف مع طريقة التأصيل تقول أن طريقة التأصيل غلط لا ليس بغلط هذا رأيك لأن القضية نسبية ليست القضية ليست القضية قطعية هم لما أحرقوا الغساسنا وجاؤوا به وأحرقوه جاءوا تحت الفتوى بعرض من النصوص الفقهية إذن التي تجيز حرق العدو استاذ <سؤال> محمد الإشكال <سؤال> نعم عفوا الاشكال اكبر يعني الاشكال هو اكبر من قضيه ان اننا نحاول اعاده انتاج بعض الفتاوى الفقهيه لا الامر اعمق الامر ينبغي ان نعم. ينتجي الى كيف نتعامل مع النص بذاته باي قراءه نقرا النص بس. وباي معالجه نعالج النص يعني انا انا فهمت من حضرتك استاذ محمد عبد الوهاب فت... يعني حسب ما ما انت قلت انا انا فهمت انه هناك بعض الفئات ربما يفتقرون الى فهم النصوص الموجوده اذا كانت في القران او اذا كانت في السنه وتطبق بطريقه غير لائقه، ومن طرف اخر او من جانب اخر هناك فئات اخرى تطبق هذه النصوص بشكل اخر وربما ايضا لم لم يتفقون عليها على ما هم يطبقون، لكن هل الاصلاح في هذا الجو هذا الجو الغير متفق هل الاصلاح ينتظر ان يقوم به الباحثون على نطاق واسع يجعل هذا التراث الديني غير صالح لاستخدامه من قبل الاصوليين المتطرفين لا اقول انه لا يمكن لا, لا الـ يعني الـ حتى نكون مره اخرى واضحين في التعامل مع هذا الموضوع انا رايي انه عمليه الاصلاح الديني الذي ينبغي ان تكون اليوم ينبغي ان تكون مستجيبه للواقع الذي نعيشه اليوم وللمتغيرات والتحولات التي نعرفها اليوم تعرف ما الفرق بين عملية الإصلاح اللي تفضلت به في أول المداخلة عملية ورؤية ومنهجية تريد أن تغير الواقع لكي تعيده إلى الماضي تريد إنتاج إعادة إنتاج الماضي في الواقع الذي نعيشه اليوم بمحاولة البحث عن مخارج والبحث عن طرق لكيفية تحويل الواقع الذي نعيشه اليوم الى ما كان عليه الامر من قبل. هذه العمليه حسب برايي حسب برايي استقراء للتاريخ عمليه فاشله، لا يمكن ان توقف العالم، لا يمكن ان توقف التحولات، لا يمكن ان توقف التغيرات، لا يمكن ان تقف انت لوحدك أمام العالم بكل ما يقع فيه من تقدم وتطور وتحديث وأن توقفه حتى تعيد الناس 12 قرنا إلى إلى الوراء. العملية الثانية التي أتحدث عنها هي العكس هي إخضاع الدين خصوصا لأن لأن حتى 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 مصطلح الدين يجب أن نفصل فيه ويجب أن نعرف حين نتحدث الآن عن الإصلاح الديني ما هي حدود هذا الاصلاح؟ الدين. انا اتفق لابد من بحث هذا الحدود الاصلاح الديني، لانه حين يسمع الناس نتحدث عن اخضاع الدين للتحولات للواقع لكذا، يظن اننا نتحدث عن دين جديد، لا. اولا يجب ان ان نميز بين ما يمكن تغييره وبين ما لا يمكن تغييره. حين نتحدث في المجال العقدي، حين نتحدث في مجال العبادات، حين نتحدث في مجال القيم والاخلاق، هذه امور لا تحتاج لا اصلاح ولا تغيير، هذه امور مستقره ثابته متفق عليها حتى بين غير المسلمين لا احد يختلف في ان القتل جريمه ولا احد يختلف في ان الصدق من البر ومن الاحسان والخصال الحميده ولا احد سيريد عمليه اصلاح ديني وسيقول انا اريد ان اغير في اعداد الصلوات بدل خمسه ستصير اثنين وفي رمضان ساغيره الى شهر اخر نحن لا نتحدث في كل هذه الابواب، انسان مسلم عباديا وعقديا وقيميا هو مرتبط بهذه الاسس. لكن اين ج... اين الاشكال؟ الاشكال الذي قلت سابقا انه قد طرحه الواقع الجديد وطرحته الحداثه بالاساس. هو هذه الاشكالات الاجتماعيه، هو الجانب التشريعي، هو الجانب القانوني. الجانب القانوني والجانب التشريعي المتعلق بتاطير المجتمع. المتعلق بتاطير العلاقات الافقيه بين افراد المجتمع، هذه هي التي وقع فيها الاشكال، هل سنبقى دائما وفيين للفقه التقليدي الذي كانت له قراءه خاصه للنص الديني مبنيه على واقعه وزمانه وسياقه التاريخي وسياقه الثقافي وسياقه الاجتماعي؟ ام اننا نحتاج الى انتاج اليات جديده ومنهجيات جديده وفقه جديد لفهم النص تفهم منه النصوص بناء على الواقع الذي نعيشه اليوم والمستجدات التي نعرفها اليوم والتحولات الواقعه في المجتمع اليوم، هذا هو ما اقصده. نعم نعم شكرا استاذ محمد عبد الوهاب. استاذ ايمن انت سمعت ما قاله استاذ محمد عبد الوهاب وبنفس الوقت انا كان عندي سؤال لحضرتك، انت حضرتك قلت شيء ويعني لفت انتباهي. أنت قلت الإصلاح ابتدأ منذ زمن النبي يعني هناك منذ زمن النبي والصحابة الذين أتوا من بعد النبي كانوا يصلحون بهذا الدين لكن اليوم هناك أناس أو هناك شيوخ أو هناك مؤسسات يدعون بالإصلاح الديني ويرفضون نصوص وضعت من قبل الصحابة ومن قبل ما كتبوه مئة أو مئتين سنة بعد النبي يعني مثلا التراث الاسلامي او مثلا صحيح البخاري ومسلم هناك كثير من الهيئات وشيوخ الاسلام ايضا لا يقبلون هذه النصوص. هل انت سؤال هنا جوهري، هل انت موافق عندما يوجد نص لا يوافق القران يجب ازاحته؟ شكرا دكتور ادم وسؤالك عميق وخطير انما الاستاذ محمد الحقيقه قفز بنا قفزه كبيره ودخلنا في صلب الحقيقه الموضوع ولذلك احييه على هذا الامر. سؤال حضرتك يعيدنا الى طرح الاستاذ محمد. يعني رفض التراث سواء ممثلا في تراثنا الغزير من كتب الفقه او رفض التراث بمفهوم رفض الحديث النبوي على وجه الاجمال او على وجه التفصيل ده اللي يردنا الاصل الموضوع. استاذ محمد دخل في نقطتين في غايه الخطوره. نقطة أصول الفقه اللي هي ضوابط فهم النص الشرعي اللي وضعها لنا الإمام الشافعي ونقطة الثابت والمتغير في الإسلام حتى نتفق على الثابت ونوسع المجال شوية للمتغير ننتج فيه ما يتناسب مع عصرنا دعني الحقيقة أعود لكلام الأخونا الأستاذ محمد الإمام الشافعي فيما أظن أنا هو لم يضع أصولا للفقه إنما من وضع أصول الفقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله القرآن الكريم وكتاب الأم الإمام الشافعي وما أصل فيه من أصول الفقه لم يكن كتابا مؤسسا لعلم أصول الفقه إنما كان كتابا كاشفا لما استقر من قواعد الفقه في العقل الفقهي من زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انتهاء عصور الخلافة الراشدة يعني مثلا هضرب مثل زي ما قال أخونا الأستاذ محمد ندخل بقى في الأمثلة مباشرة لما تكلم الإمام الشافعي في أن مصدر الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ودول عند أهل السنة والجماعة هم أصلين محل اتفاق. ثم قال أن الإجماع إجماع أراء الفقهاء هو أحد مصادر الأحكام الشرعية، وأن عملية القياس بأنواعها هي أحد مصادر الأحكام الشرعية، ثم نوع بعد ذلك من مصادر الشريعة زي الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والمصالح المرسلة وسد الذرائع إلى آخر مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية الحقيقة هنا الإمام الشافعي لم يبتكر مثل هذا الكلام الإمام الشافعي لم يأتي بشيء من عنده عندما وضع مثلا أنا بقول ده على سبيل المثال إنما هناك بعض الأصول بالفعل تملك من المرونة برضه والصلاحية للتطوير ما يمكن بالفعل إن أنا أضع إيدي فيها النهارده وأحاول إن أنا أجتهد في وضعها زي قواعد الاجتهاد وضعها برضه سيدنا الإمام الشافعي في كتاب الام او زي قواعد الاستدلال اللفظي مثلا او ما يتعلق باللغويات يعني لاستخراج الحكم الشرعي من اللغه من لغه او من النص الشرعي وهكذا ففكره الدخول الى علم اصول الفقه انا اظن مع الاستاذ محمد انه مفتاح ومفتاح مهم جدا من مفاتيح تطوير الخطاب الديني انما انا اخشى الحقيقه من مثل هذا او مثل هذه الدعوه ان افاجا اني امام سؤال الدكتور ادم الاخير اللي هو ايه بقى؟ سندخل في قواعد اصول الفقه كمدخل لتطوير الخطاب الديني، انا معك. انما هناك من يدعو الى نبذ السنه النبويه المطهره على وجه الاجمال كمدخل لتطوير الخطاب الديني، هل هذا مقبول؟ هل مقبول مني؟ تحت دعوة تطوير أصول الفقه إن أنا أنبذ المصدر الثاني للأحكام الشرعية في الإسلام واللي هو محل اتفاق أهل السنة والجماعة وأقول إن ده مدخل من مداخل تطوير الفقه الإسلامي أو مدخل من مداخل تطوير الخطاب الديني أنا عايز أقول إن ده من أهم مداخل هدم الخطاب الديني هدم وجود الإسلام من أصله أنا أنا أعلم إن الأستاذ محمد لا يقصد هذا المعنى إنما أنا خطابي للمجتمع اللي بيسمعنا دلوقتي فدعنا نقول ان بالفعل نحتاج لاعاده نظر في اصول الفقه كمدخل لتطوير الخطاب الديني. انما الامام الشافعي يا جماعه لم يختلق قواعد لاصول الفقه انما كشف عن القواعد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام والخلفاء الراشدين من بعد رسول الله كانوا يعودوا اليها في فهم النص الشرعي ومثالها بكل بساطه مثالها بكل بساطه لما اتت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله مات ابي ولم يحج افاحج عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت لو كان عليه دين؟ قالت اقضيه قال فدين الله احق ان يقضى. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلم العقل المسلم حتى في زمن النبوه وزمن التشريع بيعلمه اصول القياس بمعنى انزال الحكم حكم الاصل على الفرع ليه؟ لان الاثنين بيشتركوا في العله او بيشتركوا في السبب. وهكذا فالقياس مصدر من مصادر ال... وه... انا انا يا جماعه مش عايز ادخل في تفاصيل انما انا عايز اقول اه انا مع الاستاذ محمد فان علم اصول الفقه لا مانع ابدا من اعاده النظر في القواعد التي وضعها الامام الشافعي مع التسليم بان الفقهاء والعلماء من بعد الامام الشافعي طوروا فيها الكثير ووضعوا فيها من القواعد التي لم يتطرق اليها الامام الشافعي الكثير. النقطه الثانيه الثابت والمتغير الحقيقه يعني ده لغم من الالغام الخطيره جدا اللي اللي قد يضعها امامنا دعاة الاصلاح الديني. لان لو قلت انا دعنا نتفق على الثوابت ثم نفتح المجال لتطوير الخطاب الديني فيما يتعلق بالمتغيرات. طب ايه هو الثابت وايه هو المتغير؟ حتى لو قلت ان الثابت في الاسلام هو اصول العقائد او العقيده الاسلاميه ستجد على مدار التاريخ الإسلامي صراعات لم تنتهي ولا تنتهي في هذا الزمن وأنا أظن وأنا بقول الكلام ده الحقيقة وأنا مش سعيد بيه أبدا وأنا أظن أن ده لن ينتهي أبدا فما زالت المعركة ما بين الأشاعرة والسلفية أو أهل الحديث ما زالت موجودة حتى اليوم حتى هناك من بدأ يحيي يعني يعني أستاذ أيمن أستاذ عيمن أنت أنت ترفض أو تقبل الذين يرفضون التراث الإسلامي؟ أنا عايز أنطلق من النقطة دي يا دكتور آدم أنا بس, بس عايز قبل أقول... ما تبدا قبل ما, <applause> ما... رجاء قبل ما تبدا احب اقول لكل المتابعين معنا رجاء رجاء بدون اساءه بالتعليقات، رجاء انا احذف كل الاساءات هذه واحده، شيء ثاني لانه لا استطيع ان اركز بين الضيوف وبين التكست يعني اي اساءه مره ثانيه سالغي الشات اطلاقا. لا نريد اساءه للنصوص ولا للضيوف. رجاء رجاء. فيعني رجاء محبه. تفضل استاذ ايمن اسف على المقاطعه. اشكرك يا دكتور ادم انما انا يعني لو 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 حبيت ان انا يعني اساهم برايي في فكره الثوابت والمتغيرات في الشريعه الاسلاميه او في الاسلام بوجه عام انا استطيع ان انا اقول ان اصول العقائد هي محل اتفاق ما بين الجميع يعني ان الله واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ورسولنا ونبينا ان الاخره حق وان الجنه حق وان الى اخر مثل هذه الامور دعنا نتفق على مثل هذه الثوابت وجوب اتباع الشريعه ووجوب النزول على حكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا الى اخر كل هذه الثوابت اللي لا اظن انها محل خلاف بين احد انما نترك كل ما عدا ذلك يا جماعه للاجتهاد انما للاجتهاد في ظل قواعد اصوليه متفق عليها. انا اخشى الحقيقه من التلاعب بمثل هذه القواعد. انما لا اخشى ابدا من الجراه في انك تط... يعني اطرحها يا سيدي اطرحها للنقاش اطرحها للحوار وحاول تنتج انت اصول عقليه جديده او اصول منطقيه جديده او اصول لغويه يا سيدي جديده للتعامل مع النص وفهمه في ظل الواقع الجديد لكن في ضوء بحث علمي رصين يعني لا يترك الامر يا جماعه انا اخشى من ان يترك مثل هذه الامور للشباب اللي في الشارع او للجماعات الاسلاميه اذا جاز لنا تسميتها او لبعض المجتهدين في الشارع يخوضهم في مثل هذه الامور ثم يحولونها الى نظريات ويحاولوا تطبيقها في واقع المسلمين فيفسدوا ويؤخرون مليون سنه عن العالم اللي احنا فيه النهارده هل ارفض ام 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 أم ارفض ام يا دكتور ادم السنه النبويه المطهره هي المصدر الثاني للشريعه الاسلاميه وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها إنما السنة النبوية الصحيحة وده اللي هيرجعنا لكلام الأستاذ محمد هل هناك قواعد لتحديد السنة النبوية الصحيحة؟ نعم هل يمكن التدخل فيها وتطويرها؟ لا مانع لا مانع أبدا أن أنا أدخل في علم مصطلح الحديث وقواعد قبول ورفض أو رد الحديث النبوي يا سيدي وطور فيه بس طور فيه وفقا لقواعد علمية مقبولة لا مانع أبدا نعم شكرا ايمن أنا راح أحط الرابط إذا واحد عنده سؤال يعني فقط سؤال او تعقيب اقل من دقيقه يتفضل معنا لانه ان ماده كثيره ساضع الرابط شكرا استاذ ايمن خليني اسال سؤال للاستاذ محمد عبد الوهاب استاذ محمد عبد الوهاب انت تعرف انه هناك يعني نحن نتكلم عن الاصلاح الديني وحصرا في الاسلام لكن الاصلاح الديني يعني يطول ايضا الاديان الاخرى يعني مثلا السؤال هو هل الاصلاح الاسلامي اليوم هو محاوله الخروج من العصور الوسطى الاسلاميه التي تشبه العصور الوسطى الاوروبيه التي تجاوزها او اوروبا يعني كانت في اوروبا منذ اربع قرون او اكثر هناك نرى هناك الكثير من المنظمات والاشخاص الذين ادعوا الاصلاح بالمسيحيه هل الاسلام شيء مشابه من هذا القبيل؟ تفضل. هو طبعا قبل يعني هو طبعا اجابه مختصره على اجابه مختصره على ما تفضلت به، عندي نقاط كثيره اريد الحديث عنها. هو الـ هو الـ طبعا هناك اختلاف في الخصائص، هناك اختلاف في السياق التاريخي، هناك عده اختلافات لكن هذا لا يمنع من وجود قواسم مشتركه. لا يمنع من وجود خطاب ديني طاغي يستفيد من وضعه الحالي ولا يريد أن يتغير هو لا لا هناك قاسم مشترك في أن بعض الخطاب الديني عائق أمام تقدم هذه المجتمعات وأمام تطور هذه المجتمعات والأمثلة على ذلك كثيرة جدا كثير من الأمور التي نريد أن نتطور فيها اليوم وأن نغير فيها قوانيننا اليوم تصطدم بما يسمى بالدين او بالخطاب الديني او بان الفقه الاسلامي لا يقبل هذا الامر وبالتالي هذه امور مشتركات. انا اريد ان اعلق اذا سمحت لي على ما تفضل به الاستاذ ايمن. <applause> الاستاذ ايمن هو متخوف من انه ان تحدثنا عن الاصلاح الديني ودخلنا في مسيره الاصلاح الديني ان يقع كذا وكذا وكذا وان يقع وان مثلا ان أن يلغى العمل بالسنة وأن يلغى العمل ببعض القواعد الفقهية أنا بدوري متخوف من أن مثل هذه الكلام ومثل هذه التخوفات ستؤدي إلى تعطيل كل شيء وسنبقى متخلفين ولن نتطور ولن يتغير شيء كلما أردنا أن نقتحم عقبة هذا الإصلاح كلما سننادي بالإصلاح سيأتي من يقول أنا أتخوف أن تمسوا كذا أن تذهبوا إلى كذا أن تقولوا كذا أن تقولوا وسنبقى عند هذا الأمر وسنبقى جميعا متخوفين وسنبقى جميعا متخلفين ولن يتغير شيء ولن يتطور شيء أنا أيضا لي نفس التخوف والله ولهذا أنا صراحة أفضل أن أتكون هناك جرأة في مجال الإصلاح على أن أتخوف من قضية أعتقدها هي قضية فكرية فقط ليست قضية عملية ليست قضية واقعية التخوفات التي اطرحها انا هي متعلقه بحياه الانسان متعلقه بالانسان ذاته انا من اجل اصول فكريه وان مثلا الاستاذ ايمن يرى انها مستنبطه من رك... هذه استنباطات حين يقول بان اصول الفقه ليس الشافعي الذي وضع النبي هذا هو... حسب منظور الشافعي وحسب ما ذهب اليه الاستاذ ايمن وهو حر طبعا وحر في ان يذهب لكن هذا لا يعني ان هذه الحقيقه المطلقه ولا يعني ان هذا هو الواقع ولا يعني ان ما وضع الشافعي هو الصحيح حين اجد مثلا على سبيل المثال حين اجد ان الشافعي يقول بان السنه التي رويت بالظن تنسخ القران الذي هو قطعي الثبوت هل هذه اخذها عن رسول الله قد يكون هو اعتمد في وضعه لهذه القاعده على بعض ما راه انه من الدين انا لست ملزما بان اوافقه القول بان القول بان بان القواعد التي وضعها اصول وضعها الشافعي هي مستنبطه من الدين نفسه او هي الدين نفسه هذا اعتقد الكلام قد يكون عائقا كبيرا امام تحقيق اي تقدم ولهذا الذي اخافه انا حقيقه هو أن نكون مع الإصلاح وأن نقول نعم مع الإصلاح ولا, ولا حرج عندنا ونحن مع الجرأة ونحن مع كذا لكن في واقع الأمر نطرح سلسلة من التخوفات تفشل جميع العملية لا يا أخي أنا رأيي اقتحم الشافعي وغير الشافعي الشافعي هو رجل مجتهد أدى الدور الذي كان عليه في وقته وفي عصره وفي زمانه واليوم له رجاله وله عصره وله زمانه مثلما استنبط الشافعي هذه الاصول، من حقنا نحن ان نقدم طريقه منهجيه جديده للتعامل مع النص، انا ضربت لك مثال قبل قليل، لا اجتهاد مع النص هذه من وضع الفقهاء. انا لا ارى انه لا مع النص، لانه مثلا ارى انه الاجتهاد يكون اصلا فيما فيه نص، اما ما لا نص فيه فأصلا لا يحتاج الى اجتهاد، لان الاصل في الاشياء الاباحه. وبما أن الأصل في الأشياء الإباحة لم سأجتهد أجتهد في شيء ليس فيه نص أصلا لا يحتاج لكن الاجتهاد في تطويع النص وتكييف النص مع الواقع الذي نعيشه اليوم حتى لو أدى ذلك إلى تجاوز النص في لفظه في لفظه لأن النصوص كما نعلم ألفاظ وروح وهذه الروح بنى عليها كثير من الفقهاء والأصوليين ما سموه فقه المقاصد، انا اليوم يمكن ان أ... ان من حقي ان اقدم منهجيه جديده واقول بان المعتمد اليوم بغض النظر عن كل النصوص سواء كانت من القران او من السنه، خصوصا اننا نعلم ان كثيرا من هذه النصوص هي نصوص مرتبطه بسياقها الزماني، والف فيها الفقهاء والمفسرون ما سمي باسباب النزول، وبالتالي هي مرتبطه بحوادث معينه ومرتبطه بسياق معين ومرتبطه بظروف واوضاع معينه انا قد اطرح منهجيه اليوم واقول انا غير ملزم بهذه بـ 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 بما ذكره الشافعي او غيره او حتى ما طوره بعضه حين يقول الشافعي مثلا بان الاجماع حجه من حقي ان اقول انا رايي وارى انه من منطلقات الاصلاح الديني عدم اعتبار الاجماع حجه أين المانع؟ لماذا سأخاف من هذا الأمر؟ ما الذي يخيفني؟ وأين المشكل؟ وأين الإشكال؟ وأين ال... و... ولو ألغينا الإجماع ماذا سيقع؟ ألغينا اتفاق مجموعة من العقول البشرية واستبدلناها بعقول بشرية حديثة مستوعبة للواقع الذي نعيشه اليوم، مستوعبة لتحولات اليوم، تتحدث بلغة اليوم، تعايش مشاكل اليوم، اتفاقهم عندي أولى من أن أز من أن استصحب اتفاقا اتفق عليه قبل عشره قرون، لماذا ساعتبر هذا الاجماع حجه؟ ولا اجد له دليلا لا في الكتاب ولا في اي شيء، حتى الادله التي استدل بها الشافعي في في تاصيل الاجماع ومن يتبع غير سبيل المؤمنين الى اخر الايه نوله ما تولى ونصره جهنم، هذا بعيد كل البعد عن عن مفهوم الاجماع الفقهي الذي بنى عليه الفقهاء ان الاجماع حجه، اذا حتى ما هو حجه وما ليس حجه في نظري هو الذي ينبغي ان يخضع للنقاش، واكون واضح اكثر، كيفيه التعامل مع النص القراني يجب ان نحاور ونناقش ونفتح نقاشات، طبعا هذا كل الجميع له الحق في ان تكون له رؤيه معينه، انما لا ينبغي الحجر على الاراء الاخرى التي يمكن ان تكون اراؤها هي منطلق الاصلاح الحقيقي التعامل مع النص القراني مثلا هو اشكال واشكال كبير لما انا اريد ان اصلح قانونا معين وارى بالواقع الذي اعيشه اليوم بالاحصائيات بالارقام بالتقارير العلميه الطبيه والاجتماعيه والسوسيولوجيه وغيرها ان هذه القضيه ضرر وانه يجب تغيير القانون فياتي الفقيه فيقول هذا القانون لا ينبغي ان يغير لماذا؟ لأنه ورد فيه نص قرآني. إذا أنا لا يمكن أن اخضع للنص المرتبط بحيثيات معينة وأسباب نزول معينة وأن أنزله على واقع مختلف تماما عن السياقات والظروف أنا أعرف أنه كثير من من الذين يعارضون دعوات الإصلاح الديني هم يخافون من الوصول إلى هذه النقطة، أنا أقول وما المانع في أن نصل إلى هذه النقطة؟ وان اقول بان هذا النص القراني هو خاص لزمانه وخاص بمكانه اليوم جميع القوانين الوضعيه جميع القوانين الجنائيه حتى في المجتمعات الاسلاميه قد تغيرت ليس هناك حدود ليس هناك قطع يد ليس هناك حد حرابه ليس هناك قتال والجهاد بالمفهوم الموجود في الفقه التقليدي والموجود في النص القراني نفسه لا يوجد الان في علاقات دبلوماسيه وعلاقات دوليه ليس في قتال وجهاد جهاد طلب وجهاد فتح يعني والتوسع يعني كل يعني هذا غير كل هذا غير موجود اذا نعم. نحن قد تعاملنا مع النص حقيقه قد تعاملنا يعني مع الاستاذ محمد عبد الوهاب حضرتك يعني حسب ما انا فهمت انه النصوص هذه ليست صالحه لهذا الزمن هل هذا تعني قد تكون العباره شديده هكذا بهذه لكن من حيث الفحوى والمضمون انا اقول هذا رايي ان هناك من النصوص المرتبطه بسياقاتها وزمانها واعطيك مثال بسيط وواضح جدا ملك ملك اليمين الم تذكر ملك اليمين في ثماني ايات من القران في ملك يمين اليوم الا ان كنت داعشيا وتريد ان تعيد الحكم بملك اليمين الداعش يقول لك اليوم أنا حين أذهب إلى الإيزيديات وأسمي الإيزيديات ماذا فعلت أنا طبقت قرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأحكام اليمين والرقيق كتب الفقه الإسلامي التقليدي مئات آلاف الصفحات سولت في أحكام ملك اليمين وفي أحكام الرقيق هل يستطيع أحد أن يقول أن النص القرآني ثماني آيات التي تحدثت عن ملك اليمين هي صالحة لزماننا اليوم بعد إلغاء الرقلة بقيت فقط قرآنا مقدسا يتلى يقرأ يصلى به تتعبد به تتخشع به لكن تنزله تحوله إلى قانون ما يمكن لا يمكن أن ننتج اليوم قوانين يعني كان ضروريا في زمانه يعني عندما نزلت هذه النصوص كانت ضروريه لذلك نعم، الزمان مرتبطه بزمانها، مرتبطه بالسياق الذي نزلت نعم. فيه، واظن ان هذا هو لكن الإشبال. لا يوافقك الكثير من المسلمين لا يوافق لا يوفق اعرف اعلم، لكن انا حين اتحدث عن الجراه، هذه الجراه التي اتحدث عنها نعم. أن،, أن،, ان 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 نغوص فيما هو اعمق من قضيه بعض الاجتهادات وبعض الاختلافات الفقهيه، ان نغوص في هذه الحدود والقيود التي يتحدث عنها، ان نتحدث حتى عن الاصول، حتى السنه بنفسها هي ليس إلغاء للسنة أو حرع للسنة أو كذا السنة بنفسها واعتبارها أصلا من أصول التشريع هذا يجب أن تكون له قيود وأن تكون له حدود لأن السنة هي ما هي السنة؟ سنة النبي هي حياته هي يومياته والنبي كان يتصرف في حياته اليومية ليس دائماً بصفه النبوه والرساله كان يتصرف بصفته بشرا بصفته انسانا كثير مما نقلت لنا كتب الحديث هو من صار عنده فريز استاذ محمد عبد خليني يعني اسالك استاذ ايمن هو قال يعني كلام خطير هو قال بعض الاشياء يعني اشياء يعني اعتقد او الان جيد الان جيد نعم, نعم 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 كنت اقول حتى السنه يمكن ان نتحدث فيها وان نتسرع عن الحديث فيها وان نميز فيها حين ياتي نص نص من السنه يتعارض مع القران نفسه ماذا تفعل؟ حين ياتي لك نص من السنه يتعارض مع الواقع نفسه ماذا ماذا ستفعل؟ حين مثلا ياتي لك حديث ويقول لك لا يفلح قوم ولو امرهم امراه وانت ترى اليوم ان تتسر قد افلحت وان ميركل قد افلحت وان فلان قد افلحت إذا ما العمل يجب ان تعطي تفسير منطقي لهذا الامر لا يمكن ان ناتي الى الناس ونقول له السنه هي اصل من اصول التشريع لا ينبغي النزول عنه ولا ينبغي كذا ثم هو يصطدم بنصوص في هذه السنه تصطدم مع واقعه المعاش مع ما يعيشه اليوم واقع السنه هي مرتبطه بيوميات النبي وبشريته وإنسانه مرتبطه بالظروف التاريخيه التي كانت في ذلك الوقت مرتبطه بالاحداث والسياقات واسباب النزول التي كانت في ذلك الوقت وهي مختلفه تماما عن الواقع اليوم هذا محمد ممكن فضل. نعطي فرصه لسعاد ايمن يعني لانه فضل. يعني صارت معلومات كثيره خلي انا اشجع المتابعين اذا احد عنده اي سؤال او تعقيب يتفضل معنا انا حطيت الرابط استاذ ايمن انا يعني عندي بعض الاسئله بس راح اترك الاسئله لانه متاكد انا عندك تعقيب على كلام استاذ محمد عبد شكرا شكرا دكتور ادم وقبل اي سؤال استاذ حضرتك بس في الاشتباك مع الطرح بتاع الاستاذ محمد اولا يعني انا اخشى ان الاستاذ محمد يكون فهمني بوجه خاطئ انا بالعكس بالعكس ده انا اشجع الجميع ان يتجرؤوا على الاشتباك مع الحاله الاسلاميه وان يطوروا من الخطاب الديني بكل جراه وبلا خوف من اي شيء انما هي مساله التوجس مرتبطه بحالة حاله اجتماعيه غير مستقره باستقطاب حاد موجود في مجتمعنا ما بين تيارات دينيه وتيارات لا دينيه دي بتعمل حاله بس من من القلق او حاله من التشكك انما إيه ودعني ادخل في صلب اللي طرحه الاستاذ محمد مباشره. ده. ده. عندما يتحدث عن نصوص كانت مناسبه لزمن وكانت مناسبه لسياق تاريخي وانا انا معاه ده هو ده الاسلام. يعني إيه بعض الناس على الشات بيقولوا هل تريد تعطيل النص الشرعي؟ هذا ليس تعطيل للنص الشرعي ده هو ده اعمال النص الشرعي. يعني عمر بن الخطاب لما لما إيه إيه تولى الخلافه الاسلاميه وجيء إليه بأموال الزكوات ليوزعها على أصحابها اللي نص عليهم النص الشرعي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآية استثنى من أصحاب النصيب الزكوات المؤلفة قلوبهم الخلاص دول لم يعد لهم حق في زكاة مال المسلمين ده كان أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان الإسلام مستضعفا وكنا نأتلف قلوبهم أو نؤلف قلوبهم بالصدقات هل عمر بن الخطاب عطل الشرع؟ لا عمر بن الخطاب هنا أعمل أعمل الشرع وأعمل النص ليه؟ لأن عمر بن الخطاب يفهم أن النص لا يأتي ليطبق على فراغ النص الشرعي لم ينزل ليطبق على فراغ ما هوش يا جماعة مش فهرس كتاب كل ما أحتاج لحكم أرجع له لا لابد من تحقق مناط الحكم الشرعي لابد من توافر أسباب الحكم الشرعي في الواقع العملي للناس فإن لم يوجد أسباب هذا الحكم الشرعي لم, تتو... لم, توجد... لم يتحقق مناط الحكم الشرعي كان تطبيق النص الشرعي على الواقع هو عين مخالفة الشريعة الإسلامية أصلا ولذلك المثل اللي قاله الأستاذ محمد هل كان يعني لحظة لحظة دكتور أدم عشان الفكرة ما تضيعش بس لحظة دكتور أدم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات لتنظم للناس أحكام ما يتعلق بالرقيق وما يتعلق بملك اليمين والإماء ليه؟ لأن كانت العلاقات الدولية أو أحكام الحروب في هذا الزمن في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجميع يتعامل مع الأسرة إما بالفداء وإما بالاسترقاق فكانت قواعد العدالة أن نتعامل بالمثل مع الجميع فكان ده أمر معترف به دولياً اللي هو الرقيق طيب نحن في زمن المجتمع الدولي رفض فيه الآن بالإجماع فكرة الاسترقاق والعبودية هل ما زال هناك مناط لإنزال آيات الملك اليمين وآيات الرقيق؟ بالطبع لا هل يجوز دلوقتي المسلم أنه بناء على حرب ما بيننا وبين أي دولة معادية إننا أسترق ال 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 الاسير او اسبي الاسيره هذا يخالف اصلا نص الشريعه الاسلاميه ليه يا جماعه لان مناط تطبيق هذا النص لم يعد له محل انما هل هنا هنا بقى السؤال هل يجوز لي في هذا طبعا هنا يا جماعه عدم اعمال هذا النص هو عين تطبيق الشريعه الاسلاميه انما السؤال بقى هل يجوز لي ان أعود لاختلاق الرقيق والسبي عشان اقول انا كده بطبق الشريعه الاسلاميه ده عين الانحراف في فهم الشريعه الاسلاميه لان زي ما بنقول لحضرتك يا دكتور ادم النص نزل يطبق على واقع عملي مش على واقع خيالي بما ان الواقع العملي يتناقض مع المقاصد الاسلاميه للنص الشرعي لا تعمل النص الشرعي ودعه في الكتاب المقدس دعه في القران الكريم اذا عاد الزمن وضارب الناس فتحقق مناطه مره اخرى بانزله ساعتها انما الوقت لا ضرب مثل الاستاذ محمد نقطه في غايه الاهميه في غايه الاهميه واتمنى ان الناس تستوعبها يا جماعه انا اولا انا راجل قانون ويعني دراساتي في القانون انا اعلم يعني ايه تطوير نص قانوني القانون كالشريعه الاسلاميه مرنه ومتطوره انما اهم اهم جوانب تطوير القانون ليس فهم النص القانوني او تطوير النظريه القانونيه الأهم من ذلك هو فهم واقع الناس الحقيقي لا المتخيل ولذلك يغيب عن العقل الفقهي ودي من أسباب أزمة المجتمع المسلمين يغيب عنه الفهم الصحيح والعميق لواقع الناس عشان أحاول أن أنا أحقق في مقصد الشريعة الإسلامية وبالتالي الأمر لا يقف فقط عند تطبيق النص أو إعمال النص أو طريقة فهم النص الاهم من ده كله، كيف افهم الواقع بتاعنا النهارده؟ كيف اعرف التحديات الحقيقيه اللي بتقابل مجتمع المسلمين النهارده؟ دي النقطه الاولى، والنقطه الاهم بقى، كيف اشتبك مع التحديات اللي بتواجه المسلمين النهارده بكل جراه بس بعلميه؟ بمعنى ان انا لا اشتبك مع تحديات الـ 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 الواقع المعاصر بعقليه الجماعات الاسلاميه او بعقليه الشباب الهاوي، لا. اشتبك مع بس الواقع افهمه بشكل صحيح ثم اطور لا. الـ لا. الحكم الشرعي بس انا 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 اتمنى ان انا اكون خرجت من المداخله دي بنقطه مهمه جدا يا دكتور ادم نعم وهي ان بالفعل هناك نصوص كثيره جدا كانت لا. تتناسب مع السياق التاريخي زمن نزول الوحي لا. هذه النصوص لم يعد لها محل في زمنا ما هو عدم اعمال لحظه يا دكتور ادم عدم لا. اعمال هذه النصوص عدم اعمالها عدم تطبيقها هو عين تطبيق الشريعه واللي علمنا الكلام ده عمر بن الخطاب شكرا دكتور شكرا اسمح لي اقول لك شيء استاذي الفاضل يعني انت قلت انه هذه النصوص كان لها زمان وكان لها مكان وكانت لها حاله خاصه بها اذا يعني تتفق مع الاستاذ محمد عبد الوهاب هذه النصوص لا تتماشى مع هذا الزمن لا تتماشى مع طبيعة مجتمع الناس في هذا الزمن لم يعد لها محل لي... لي... ليعمل بها أو لتطبق في مجتمع الناس في هذا الزمن سؤالي بقى لا. هل سيظل مجتمع الناس هل سيظل مجتمع الناس على هذه الحالة ويتطور نعم تطور أنت معه هل من الممكن أن, أن يحصل ارتداد هل من الممكن أن, أن يحصل ارتداد لبعض مثل هذه وارد يا جماعة وارد لا نعلم أنا لا أعلم إنما بالفعل لم يعد هناك لكن خليني أسألك بعض سؤال بعض النصوص لم يعد يصلح تطبيقها لعدم توافر أسبابها الواقعية في مجتمع الناس. خليني أسألك سؤال أستاذ أيمن، الآن إذا ظهر شخص ويطبق هذه النصوص على أرض الواقع اليوم ويقول أنا أطبق القرآن هل نحن ندين هذا الشخص؟ هل يمكن أن ندينه؟ السؤال حضرتك مسبوق بسؤال آخر يا دكتور آدم. هل الخطاب القرآني الخطاب الديني المتعلق بالتشريعات هو خطاب لأحد الناس مطلوب منهم أن هم يخرجوا لإقامة هذه الأحكام الشرعية ويطبقوها بأيديهم يعني ما يتعلق بأحكام الجهاد والقتال ما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات ما يتعلق بأحكام المعاملات وإلزام الناس بأحكام الإسلام فيما يتعلق بالديون أو بالالتزامات المالية هل دي احكام منوط بالافراد واحاد الناس ان يطبقوها؟ بالطبع لا. دي احكام دي احكام مخاطب بها مخاطب بها اولي الامر سواء كانوا سلطة تنفيذية أو سواء كانوا سلطة قضائية في مجتمع المسلمين وبالتالي لو خرج أحد المسلمين بفهم حتى لو صحيح حتى لو صحيح للنص الشرعي فيما يتعلق بالجنايات والشان العام او العلاقات الدوليه او الدماء والى اخر مثل هذه الامور لو خرج المسلم بشكل احادي حتى لو بفهم صحيح ليطبق الشريعه بايده فهو منحرف هو منحرف في كلمه واحده وخرج خلص. عن ضوابط الشريعه الاسلاميه خلص. وبالتالي لحظه يا دكتور انا عايز اقفل النقطه دي نقطه في غايه الاهميه وبالتالي دعنا في اطار التنظير وفي اطار الخلاف الفكري نختلف ونتنوع كما شئنا من اقصى اليمين المتشدد الى اقصى اليسار ما فيش اي اشكال سواء على الفضائيات او في قاعات البحث والدراسه والسيمينارات دعنا نختلف وننتج اراء فقهيه في غايه التشدد او في غايه التسيب لا اشكال عندي انما عندما نحول هذه الافكار إلى نظم وبرامج للتطبيق على واقع الناس هذا أمر مخول بالسلطة مش مخول لي أنا لو, لو, لو فهمنا النقطة دي واحترمناها يا جماعة والله العظيم هننتقل نقلة جبارة بمجتمعنا أطلق الحريات ودع الجميع يفكر ودع الجميع يطور ودع الجميع يساهم بما شاء في تطوير الخطاب الديني إنما في سياق أو في إطار تطبيق النص الديني دع هذا الأمر لأولي الأمر وهذا هي عين الشريعه خليني اسالك سؤال هنا يعني الدكتوره شاي اللي هي معانا على الشات تقول الم يكن من الاولى ان يلغي الاسلام العبوديه من اساسه لانه اذا نحن نحن الان نتكلم ان هناك نصوص وبالذات وبالتحديد الاستاذ محمد عبد الوهاب ملكات اليمين ونحن نعرف ان الامم المتحده منعت هذا الشيء لكن بما انه لا يتماشى مع العصر بالوقت الحاضر. السؤال يطرح نفسه، ألم يكن من الأولى أن يلغي الإسلام العبودية من أساسه؟ ماذا تقول أستاذ أيمن؟ النظام العبودية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نظاما قبليا عربيا محصور في الجزيرة العربية، ده كان نظام معمول به في العالم كله. وكان بعد الحروب أسرى القتال إن لم يفدوا يستعبدوا. فده كان نظام قانوني دولي لا يمكن إلغاءه عمليا بأن يتنازل عنه أحد الأطراف يجب أن يتفق تتفق جميع الأطراف على التنازل عنه وبما إن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام مستضعف ده كان ده أقصاهم كانوا عشرة آلاف فرد يا جماعة في جيش يوم ما زاد العدد بقى تلات أربع خمسة عشرين ألف مسلم في وقت توجد فيه إمبراطوريات تؤسس وترسخ لهذا النظام، كان موجود عندنا الامبراطوريه الرومانيه وموجود عندنا الامبراطوريه الفارسيه كانوا يحكموا العالم. وكانوا يحموا هذا النظام. كيف لهذه القله المستضعفه اللي لسه خارجه يا من الجزيره العربيه ان تجبر هؤلاء على الغاء العبوديه؟ طب انا لو تنازلت انا عن استعبادي للاسير هل يتنازل خصمي طوعا عن استعباد اسراي عنده؟ لو قلت لي انا لا استطيع ان انا اجبره اقول لك هنا قواعد العداله ان نتعامل بالمثل قواعد العداله في العلاقات الدوليه هنا ان اتعامل بالمثل شريطه ان اطبق احكام الاسلام على العبد اللي هي كلها رفق وكلها احترام ليه حتى كاد الاسلام ان يساويه في الحقوق بسيده يلبس مما يلبس وياكل مما ياكل ويعيش معاه في نفس المسكن الى اخر مثل هذه الامور ففكره ان الاسلام ياتي ليامر بالقضاء على العبوديه في زمن العالم كله يتعامل بالعبوديه ده ده, ده طرح حالم شويه ده يحتاج الى ان الاسلام يكون له سلطه على العالم فيجبر العالم لالغاء هذا النظام شكرا جزيلا استاذ ايمن وصلت الفكره خليني اسال سؤال لأستاذ محمد عبد الوهاب خليني اساله سؤال اتفضل وسؤالي تستطيع انت ان يعني من خلال الجواب تستطيع ان ترد ما قاله استاذ ايمن ايضا مرحبا سؤالي هو استاذ محمد عبد الوهاب بما ان هناك حاجه حاجه ملحه وضروريه للاصلاح الديني نحن تطرقنا لنصوص كثيره تصلح نعم. لا تصلح وهناك وليس فهناك حاجه ملحه وضروريه للاصلاح بما ان هناك هذه الحاجه هل يحتاج الناس الى الدين اكثر من اي وقت مضى يعني هل نحن بحاجه الى الدين اكثر من اي وقت مضى؟ حتى يجي واحد يصلح بالنصوص ويجي واحد يصلح بافكار تفضل نعم سؤال مفهوم سؤال مفهوم وسؤال جيد هو صراحه من الصعب جدا ان تلغي دور الدين في المجتمع خصوصا في مجتمعاتنا نحن الارتباط الوجداني بالدين هو ارتباط كبير جدا وعميق آه وتاريخي والحاجه الى الدين هي ليست متعلقه ب وهذا هو هذه النقطه التي اتحدث عنها منذ بدايه هذا اللقاء وهي المتعلقه بالاصلاح الديني مجتمعاتنا هل هي بحاجه الى الدين نعم هي بحاجه الى الدين لكن ما هي الدوافع التي تدفعها الى هذه الحاجه هل هي دوافع روحانيه دوافع متعلقة بالاجابة عن بعض الاسئلة الغيبية دوافع متعلقة بالحاجة الى ملء الفراغ الروحي ووجود مرجعية روحية يستطيع ان يلجا اليها الفرد داخل هذا المجتمع حين وقوعه في ازمة او في شدة او حالة استغاثة او حالة خشوع او حالة ابتهال الايمان أه ضروري لكثير من الناس وارتباط المجتمعات الاسلاميه بالدين الاسلامي كجزء من الوجدان وكجزء من الملاذ الايماني والملاذ الروحاني هو امر ضروري جدا وكثير من الناس مع وجود الحريه مع ان اصلا انه الاصل الحريه في ان يعتنق الناس ما شاءوا وان يتركوا ما شاءوا ولا اكراه في الدين ولكن هذه الحاجة موجودة مجتمعيا ولا يمكن تجاوزها مهما تطور العصر بل على العكس من ذلك التطور الرهيب الذي يحدثه العصر والذي جاءت به الحداثة وما بعد الحداثة يلجئ كثيرا من الناس إلى البحث عن ملاذات روحية ولا يجدونها سوى في الدين لكن السؤال هل لا زال الناس بحاجة إلى الدين لتطير القوانين لتاطير القوانين والتشريعات الاجتماعيه هذا هو السؤال وهذه هي الخانة التي يجب ان نجعل الحديث عنها مقصورا حتى لا نتفرع في الحديث وحتى حين نتكلم عن الدين حتى لا نجمع كل شيء دور الدين روحانيا وايمانيا وقيميا واخلاقيا هذا موجود ومطلوب ويؤدي دوره وسنحتاج اليه خصوصا مع الرأسمالية المتوحشة والتبغل المادي الذي يعرفه العالم اليوم لكن هل من هذه المجتمعات لا زالت بحاجة إلى المرجعية الدينية في تأطير القوانين حتى هذا الأمر فيه تفصيل إن قصد بهذه المرجعية المقاصد العامة وبالمناسبة حين أتحدث عن المقاصد العامة ومقاصد الشريعة هي أيضا قضية نسبية لأن البعض حين يسمع مقاصد الشريعة يظن أنها الكليات الخمس والمقاصد الخمس الكبرى التي تحدث عنها الفقهاء حفظ النفس والعرض والمال والخمس المعروفة لكن لا هذه أيضا تحتاج إلى تطوير ومن التطوير الذي هذا طبعا رأيي الشخصي من التطوير الذي أراه وأطرحه أن نحدد مقاصد كبرى أن نتفق على مقاصد كبرى مرتبطة بالواقع الذي نعيشه اليوم قد يكون في وقت معين في زمن معين الكرامه مثلا لم تطرح كواحد من المقاصد الكبرى للانسان فبالتالي ما كان الحديث عنها فلم تطرح ضمن المقاصد الكبرى الخمس لم يتحدثوا عن الحريه لان مفهوم الحريه في ذلك الوقت لم يتطور فكريا وفلسفيا ونظريا بالشكل الذي تطور عليه اليوم، اذا نحتاج اليوم الى ان نضع الحريه مقصدا من المقاصد الكبرى. ثم نأتي بهذه المقاصد الكبرى وتكون هي المرجعية تكون هذه المقاصد الكبرى نؤسس بها المرجعية التي يمكن أن نبني عنها القوانين وليس النصوص المرتبطة بالزمان والمكان والسياق الظرفي والسياق التاريخي وأن لا نجعل النصوص بألفاظها وصيغها عائقا وعقبة أمام أي تطور في المجتمع وأعتقد أعتقد اننا لو وضعنا هذه المقاصد الكبرى حتى لو استخرجناها من الدين نفسه فانها في الاخير لن تختلف في شيء عن المقاصد العامه التي الموجوده في الميثاق العالمي لحقوق الانسان او التي تتحدث بها الامم المتحده او ما يسمى بالمواثيق الكونيه. لا قد تكون هناك بعض الاختلافات لكن هي في الاخير نفسها المقصود بها الانسان. والمقصود بها حفظ حياة الإنسان وتحقيق الكرامة للإنسان وتحقيق الحرية للإنسان ثم ندع فسحة كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا للمجتمع في أن ينتج قوانينه بنفسه لا نحاول أن نمارس عليه الوصاية في إنتاج القوانين التي تصدر لأن ليس لدينا وقت للحديث عن أمثلة كثيرة وإلا أنا مثلا في الحالة المغربية وأنا من المغرب هناك قوانين متخلفة جدا والعائق فيها هو الفقه الديني صراحه عيب عيب الان مثلا على سبيل المثال اعطي مثال على البسيط والا الامثله كثيره جدا جدا حين نطالب باستخدام تقنيه الحمض النووي في عمليه اثبات النسب وفي عمليه رفع الدعوه لما لما امراه يكون معها مولود وتحمل خارج الزواج ثم تاتي وتقول لك انا اعرف الاب خلوه يتحمل مسؤولية الأب هو فلان كي طيب كيف نعرفه هو فلان نقول عادي بسيط جدا حمض نووي شيء من اللعاب وكذا وسنعرف إن كان هو الأب أو ليس الأب هذا ممنوع قانون اليوم ممنوع <applause> قانون الآن القانون المغربي إلى اليوم وأعلم أنه حتى القانون نفسه في دول أخرى إسلامية غير مسموح باستعمال الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب لما سالنا ما السبب المحكمه العليا اللي هي مجلس النقد يسمى مجلس النقد اعلى محكمه في اعلى هيئه قضائيه في المغرب اصدرت مؤخرا مؤخرا فقط قرارا تقول بان استعمال تقنيه الحمض النووي غير مسموح بها في قضيه في قضايا اثبات النسب لانها تتعارض مع الفقه الاسلامي الذي ينص فيه الحديث على انه الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا قرار المحكمه العليا نعم, نعم. إذن انا امام اشكال الان انا اجد اليوم ان الفقه الديني والنص الديني نفسه عائق امام تطوير المجتمع وامام استجلاب الحقوق لعدد من النساء اللواتي يعرف من هو الاب الحقيقي للمولود حتى يتحمل مسؤوليته مع تلك المراه نعم. اذا هذه الاشكاليات التي اتحدث عنها إشك... لما اعطي مثال اخر وانتهي بهذا المثال الان في اغلب المجتمعات الاسلاميه في اغلب المجتمعات الاسلاميه في حاله ما اذا ترك توفي الرجل وترك بنتا واحده او ترك بنتين او ثلاث فان القانون المبني على الفقه الاسلامي يقول بان للبنت النصف واذا كانوا بنتين فاكثر الثلثين وما بقي يذهب الى العم او الى اذا لم يوجد عم الى ابناء العم الى اي قريب من جهه الاب وان بعد طيب هل هذا منطقي في هذا العصر؟ هل هذا يتوافق مع منطق اليوم وعصر اليوم حيث اليوم العم لا دور له في العائله. العم كان يرث بالتعصيب حين كان عاصبا حقيقيا، بمعنى انه كان حاميا حقيقيا لتلك البنت ولعائلتها وكانت وكان النظام نظام قبلي مبني نعم. على القبيله، مبني على الحميه، مبني على العصبيه، ولذلك سمي عاصبا لانه كما انه يستفيد من الارث فهو بالمقابل يحمي القبيله، فهو بالمقابل يجلب المال للقبيله، فهو بالمقابل يدفع دية هؤلاء البنات في حالة ما إذا واحدة منهن ارتكبت جريمة قتل خطأ أو كذا هو الذي يتكفل بدفع الدية، في مقابل هذه الاستفادة كنا نورثه نعطيه نصيبا من الإرث، اليوم الأعمام وأبناء الأعمام في إطار الأسرة النبوية الحديثة لا دخل له في الأسرة من قريب ومن بعيد. وحينما يموت الرجل ويترك بنتا او بنات يكون اول الواقفين لكي ياخذ نصيبه من ارث لا يستحق فيه شيئا اذا نحن امام الان هذه الاشكاليات التي انا لا تعنيني الاشكاليات الغيبيه والميتافيزيقيه والنقاشات العقديه لكن تعنيني هذه الاشكاليات الحقيقيه الواقعيه التي نجد ان النص الديني بفهمه التقليدي عائقا امام تطويرها شكرا استاذ محمد عبد الوهاب ان نناقشها وان نخوض فيها نعم شكرا شكرا استاذ عبد محمد عبد الوهاب الان آه انا قبل ما اخذ الضيوف اللي معنا الدكتوره شاي والاستاذ نور الدين خلي اسال سؤال للاستاذ ايمن وتقدر انت تجيب بعض الاسئله او تعقب على ما قاله يعني لكن هو سؤالي آه لك استاذ استاذ ايمن نحن تطرقنا للاصلاح الديني في الاس... يعني الاصلاح الاسلام إيه هل انت ترى هناك فرق بين الاصلاح الديني او اصلاح الاسلام والدين الاسلامي هل هناك فرق بين الاثنين اصلاح الاسلام واصلاح الدين الاسلامي لا 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 الاصلاح الاسلامي والدين الاسلامي هل هناك فرق لو كان هناك فرق اذا ما فائده الاصلاح الديني لا انا ارى ان الاصلاح هو التطوير الطبيعي لل... ل... لفهم الاسلام مع تطور مجتمعات الناس ده عمليه الاصلاح الطبيعي انما دعني يا دكتور ادم بس بعد اذن حضرتك قبل ما ندخل في النقطه ده آه يعني حضرتك طرحت سؤال على خطير جدا والاجابه في غايه الخطوره استاذ ايمن عفوا عفوا اسمح لك انا بكل رحب صدر بس ممكن يعني باختصار شديد لان عندنا ضيوف باختصار شديد تفضل باختصار شديد هل نحن نحتاج للدين النهارده السؤال اصلا السؤال سؤال لا محل له من الاعراب سيظل الانسان في حاجه الى الدين الى ان تقوم الساعه وانا يمكن في ايدي انا في ايدي كتاب اهداه لي احد اصدقائي المحترمين بيتكلم عن العلم في منظوره الجديد ودول ودول مؤلفين غربيين في النهايه قالوا يا جماعه العلم الحديث في النهايه قال لا يمكن للانسان انه يتخلى عن دور عن الدور اللي بيلعبه الدين في مجتمع الناس وحتى في الفترة اللي غلبت فيها المادية نتج عنها الحقيقة إفرازات اجتماعية وإفرازات نفسية جعلت الإنسان يعاني وأصبح في أشد الحاجة إلى الرجوع إلى النفحة الإيمانية وده اللي قاله الأستاذ محمد هل نحن ما زلنا نحتاج إلى الدين؟ هل نحتاج إلى الدين في نفحاته الروحية في دور الروح اللي بيلعبه في حياة الناس إنما هل يجوز أن يظل الدين هو الإطار الجامع للتشريعات والقوانين؟ الحقيقه السؤال ده هو خطير جدا يعني انا انا هفترض مثلا ان انا مسلم احيا في مجتمع مسلم الاسلام عندي يحرم العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج لافاجئ بان السلطه التشريعيه تضع قوانين تبيح لي العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج الى اخر مثل هذه الامثله انا هنا كمسلم اصبح في صراع ما بين اعتقادي وما بين النظام التشريعي او النظام القانوني اللي انا بحيا في زمنه ضرب لها مثل الاستاذ محمد وقال زي نصيب البنت الوحيده، يعني الرجل، طبعا الشريعه الاسلاميه يا جماعه لم تعطي البنت النصف من الرجل كما يقول البعض، لا ده ده في حالات تاخذ فيها البنت اكثر من نصيب الرجل اضعاف مضاعفه ومنها الحاله اللي قالها الاستاذ محمد، اذا مات الرجل وترك بنت وحيده لها نصف التركه والباقي للاعمام. طب ده كان ايام ما كان العم بالفعل معصب وكان يقوم بدور اجتماعي خطير جدا، انما النهارده العم لم يصبح له دور في حياه الاسره. ده خلل اجتماعي في مجتمع المسلمين، يعني اذا كان اذا كان الاستاذ محمد شايف ان خلل في نظام الارث، لا ده خلل في نظريه المجتمع المسلم. المجتمع المسلم طارح نظريه للاسره وطرح وطرح نظريه للمجتمع المتماسك. العم الذي لم يعد يلعب دور في تعصيب بنات اخوه اللي توفى، اللي لم يعد يلعب دور في الحفاظ على بنات اخوه اللي توفه, هنا لا أحرمه من نصيبه من الميراث بل أجبره أجبره أنه يقوم بدوره الشرعي وفقا للنظرية الإسلامية في الاجتماع في الحفاظ على بنات أخوه، ويمكن النصيب اللي أعطته الشريعة الإسلامية لهذا الرجل هو شكل من أشكال الحث في أنه يقوم بدوره الاجتماعي في الحفاظ على بنات أخوه اللي ماتوا. إنما لا نستسلم لأشكال الانحراف الاجتماعي وتحت ضغطها أقول لم يعد للحكم الشرعي المبني عليها محل او او مناطق. لا ده اسمه خلل اجتماعي ويحتاج الى علاج ومطلوب بقى من المشرع الإسل... المشرع في الدوله او في المجتمع الاسلامي انه بالفعل ينتج لنا قوانين تعود تعود بال... ب... بافراد المسلمين الى اداب واحكام واخلاق الاسلام ومنها الصوره اللي طرحها اخونا الاستاذ محمد نعم شكرا استاذ استاذ ايمن شكرا جزيلا خلينا ناخذ مداخله الاستاذ نور الدين الاسلامي إيه مرحب بك استاذ مربين اذا عندك سؤال او تعقيب يعني باختصار ارجوك لانه الوقت يداهمنا. السلام آه عليكم السلام عليكم وعليكم جميعا وعليكم آه انا هذه آه المفرده او هذا المفهوم مفهوم الاصلاح هو في طياته عمل سياسي اذا له علاقه الاصلاح له علاقه مباشره بالعمل السياسي وبالمنظومه السياسيه. نحن عندما نتحدث عن هذا المعنى الذي يقول في تاريخنا في تاريخنا نجد ان هناك نجد ان هناك تفاعلات كثيره في هذا الجانب لكن لماذا فشلت جميع الحركات السياسيه التي اتخذت من شعار الاصلاح فشلت داخل المجتمع الاصلاح هنا اصلاح عن عنده بعد سياسي واضح نحن الان هذا التراث الذي ينتمي لنا وننتمي له وهو جزء منا فيه نسخ متعدده حينما نتحدث عن الاسلام انا لا اقصد مفهوم ديني محض بل اقصد كممارسه تاريخيه مجتمعيه عندنا نسخ متعدده منه هل نتحدث عن الاسلام الذي وضعه الامويون نسخته الامويه ام نسخته العباسيه ام نسخته العثمانيه ام نسخته الانجليزيه هنا يجب ان نحدد بشكل دقيق لان هناك يبدو هذا الشعار على انه دعوه حق يراد بها باطل نعم نعم نحنو. بقى بيدنا الان بيدنا الان نعم بيدنا الان نصر. نعم تفضل تفضل بيدنا الان او لدينا تراث له قراءات متعدده اعتبرناها نحن كانها اصول كانها اصول لا يعني تجاوزت القنطار اذا اتينا الى النصوص التي نعتبرها اصولا للفقه اصولا للفقه ناخذ مثلا ما يسمى او في عرفنا الاحاديث النبويه فالاحاديث لها تصنيف معين ناخذ شرطي البخاري ومسلم ممكن بعجاله استاذ نور الدين ارجوك بعجاله ارجوك لا اذا هنا ان تراثنا الان تراثنا سواء في الجانب المكتوب او الشفوي يجب ان يجب ان يدخل الى مختبرات نعم. لدراسته والبحث فيه دون فصله عن دون فصله عن ما هو نفسي في المجتمع بكامله ما هو اجتماعي وما هو روحي أيضا وهنا سنبدأ سننطلق إذا بقينا نردد نردد ما رده ما ردده السلف والإشكالات التي وقعت للسلف فنحن لازلنا بعيدين وشكرا لكم جميعا شكرا شكرا لك ايضا استاذ نور الدين اشكرك على مداخلتك الرائعه خليني اسال سؤال هل الاصلاح الديني يعني سؤال للاثنين للاستاذ ايمن والاستاذ محمد هل الاصلاح الديني لديه نوايا خفيه يعني مثلا دعوه نفعيه عمليه للتكيف مع مقتضيات العصر يعني كل هذا الاصلاح وراه اشياء نحن لا نراها ربما هي لا تتعلق اصلا بالدين. تفضل استاذ ايمن. لا بالعكس ابدا يعني انا لا يمكن ان انا اتهم احد في نياته ابدا. انما انا انا اظن عشان نبقى واقعيين وعمليين. انا اظن ان هناك الكثير من المخلصين الذين يتفقون معنا في ان مجتمع المسلمين الان يعاني من من ازمه حضاريه عميقه. وإن أحد أسباب هذه الأزمة الحضارية العميقة هو آليات التعامل مع الدين أو علاقة المجتمعات الإسلامية بالدين أو طريقة تعاطي المسلمين مع الإسلام ده أمر لا يمكن إنكاره أبدا هناك الكثير من المخلصين اللي عاوزين يحلوا هذا الإشكال إنما في نفس الوقت عندنا تيارات لا دينية تظهر بمظهر علماني لا تجاهر بلا دينيتها تختفي وراء خطاب الاصلاح الديني وتخفي في الداخل رغبتها في اقصاء الدين تماما. هو, هو هذا قصدي من السؤال، يعني هناك اناس م م م يعني مدفوعين من قبل هيئات ربما او يعني من هذا القبيل ويدعون بالاصلاح الديني. يوجد أه ولا أه لا؟ أه عندي على القناه يا دكتور ادم سلسله حلقات بتتكلم على تقرير مؤسسه راند الامريكيه لا سيما التقرير المتعلق بالاسلام الديمقراطي المدني. شيريل بينارد نفسها هي ومجموعه البحث البحث اللي عملوا دراستهم قالوها كده بشكل مباشر نحن نريد ان ننتج نسخه من الاسلام تتواءم مع قيمنا الديمقراطيه والعلمانيه والحداثيه حتى لو تصادمت مع اصول الاسلام لان ده في مصلحتنا احنا كمجتمعات غربيه بغض النظر عن ان كان ذلك في مصلحه للمجتمعات الاسلاميه من عدمه نعم. فبالفعل هناك مؤسسات افصحت عن نيتها وشروعها في العمل لاعاده انتاج نسخه جديده من الاسلام العلماني المدني الذي يتفق مع قيم الحداثه حول حتى لو تصادمت مع احكام الحلال والحرام في الاسلام نعم. وده امر معلن نعم شكرا شكرا استاذ ايمن استاذ محمد عبد الوهاب سؤال لحضرتك ما الفرق بين الاصلاح الديني الاوروبي والاصلاح الاسلامي من حيث الهدف والجوهر؟ من حيث الهدف هذا الذي قصدت في اول لما اجبت عن هذا السؤال قبل قليل بشكل مختصر وهو انه طبعا دور الكنيسه قد يختلف دور الكنيسه عند عند الاوروبيين سابقا عن دورها عن دور المؤسسه الدينيه اليوم قد يكون هناك بعض الخلاف لان لا اتفق في ان هناك خلاف كبير جدا وان الفقهاء ليست لهم نفس السلطه التي كانت عند الراهب في الكنيسه هناك عدد من النقاط المشتركه حتى في السلطه حتى الفقيه في المجتمع الاسلامي له سلطه معينه والدليل ما كنا نتحدث عنه ان السلطه امتدت الى القانون وانه يشكل اليوم عائقا امام تطوير كثير من القوانين وبالتالي لا يمكن ان يقال بان ليس له سلطه حين تاتي محكمه النقد وتقول بان لا يمكن الاعتماد على هذا الامر لان الفقه الاسلامي لا يجيز هذا الامر اذا الفقه الاسلامي صاحب سلطه كما كانت للكنيسه سلطه. الفقه الاسلامي يشكل في كثير من الاحيان عائق امام تطوير القوانين، كما كانت الكنيسه عائق امام تطوير القوانين. كثير من الشيوخ وان كانوا ليسوا بالشكل المؤسساتي الذي كان للراهب للكنيسه، لكنهم موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي، موجودون في المساجد، موجودون على المنابر يدخلون من شاءوا الى الدين ويخرجون من شاءوا الى الدين، يمنحون صكوك الغفران لمن يشاءون ويحكمون بالنار على من يشاءون. هناك عدد من شيوخ الدين يعارضون وبشده النظريات العلميه الحديثه كما كان رهبان الكنيسه يعارضون النظريات العلميه التي كانت في ذلك الوقت وكانوا يحكمون على العلماء بالزندقه. وغير ذلك نفس الواقع نعيشه اليوم وبالتالي انا صحيح هناك اختلافات ولكن انا اركز على ما هو مشترك وارى ان هذه المشتركات هي اصل الاشكال في واقعنا كما كان في واقعهم وبالتالي كما ان اوروبا سلكت مسلك الاصلاح الديني واعتبرت الاصلاح الديني وهذه نقطه مهمه جدا لان إذا طلبت منا الاجابه باختصار اوروبا الاصلاح الشامل، النهضه الاوروبيه التي شملت كل المحاور وكل المجالات بدات بالاصلاح الديني. اول اصلاح كان هو الاصلاح الديني، اعتقد ان قاطره التقدم في مجتمعاتنا الاسلاميه ايضا هو الاصلاح الديني. نعم شكرا شكرا استاذ محمد عبد الوهاب. يعني استاذ ايمن بعض شيوخ الاسلام انا سمعت يعني انا اسمع كثير ناس يقولون انا لا اريد ان اسمي من من شيوخ الاسلام لكن بعض شيوخ الاسلام يلقبون بمارتن لوثر مثلا هل انت توافق على هذا الشيء يعني انه يلقب بواحد من المصلح في القرون الوسطى بالاوروبا يعني بغض النظر عن عن تسميتهم انما انما هل نحن نعاني مما عانى منه المجتمع الغربي في العصور الوسطى ونحتاج الى عمليه تنوير او نهضه كما محتاجها المجتمع الغربي في العصور الوسطى؟ بالطبع نعم احنا لن ندفن رؤوسنا في الرمال نعم حقيقه نعم. عندنا ازمه بالفعل انما انما النهضه الاوروبيه لم تقم على محور وحيد انما نعم. قامت على دعائم كثير منها دعامه الاصلاح الديني انما الاصلاح الديني عندي لا تعني الانقلاب على النص الشرعي ولا تعني اقصاء النص الشرعي واقصاء الاسلام انما تعني الاجتهاد الفقهي في اطار التشريعات بوضع نظم ملائمه اكثر ملائمه للواقع الجديد اللي بيعيش المسلمين مم. في نفس الوقت اللي نطلق فيه بقى الحريات ونطلق فيه البحث العلمي ونطلق فيه سبيل التكنولوجيا والاداره الحديثه الى اخر مثل هذه الامور كما فعل الـ 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 المفكرين الغربيين في هذا الزمان انما العلم نفسه ادم سحيح. سادة. لحظه واحده الاصلاح عندي يا دكتور ادم هل هو اصلاح بصيغه مارتن لوثر اللي انقلب على اصول الكاثوليكيه واخترع او يعني بمعنى صح ابتكر مذهب جديد البروتستانتي في المجتمع الغربي ده, ده 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 مذهب عقدي يا دكتور ادم نعم خليني اسالك سؤال ارجوك يعني حتى لا يروح من بالي سؤال لماذا انا سالتك انه هذا المصلح يسموه مارتن لوثر يلقبوه بمارتن لوثر انا اقول لك لماذا لانه مارتن لوثر بالذات هو كان يحث الناس او رجال الدين ان يلجأوا الى النصوص الانجيل او النصوص المقدسه خلينا نقول بغض النظر انا افهم السؤال انا إيه؟ فاهم السؤال يا دكتور ادم لكن... ولذلك انا يا دكتور ادم انا فاهم السؤال اكمل هذه انا اعطيك اعطيك المجال صدقني انا بس اريد اقول لك لماذا قارنوا هذا الشيخ بمارتن لوثر قارنوه لانه هو كان يحث الناس على ترك التراث واللجوء الى نصوص القران فقط. تفضل. نعم. الاشكال اللي كان بيعاني منه مارتن لوثر بعد ما خد جولته عشان يعمل رساله الدكتوراه في في الفاتيكان انه فوجئ يا دكتور ادم ان الكهنه تحولوا الى الهه. سكوك الغفران كانت هناك تباع لمن نعم. يريد بل ان بقيه الكنيسه هناك كانت تبيع ارض الجنه لبعض من يريدون الشراء. هو فوجئ مارتن لوثر بان الكنيسه تحولت الى انا اسف طبعا يا جماعه في التعبير الكلام ده اللي قاله وورد يورانت مش انا اللي قلته هو مارتن لوثر فوجئ بان الكنيسه تحولت الى يعني مكان للدعاره يعني الكنيسه قننت قننت ممارسه الدعاره بشكل او باخر فوجئ ان الكنيسه تحولت الى مؤسسه لجبايه اموال الفقراء فوجئ ان الشعب تحول الى عبيد يعملون في حقول الكنيسه مارتن لوثر هنا رأى أنه يستحيل يستحيل على ديانة إلهية أن يكون دي مقاصدها أنها أتت لاستعباد البشر لمجموعة أخرى من البشر. هل عانى المجتمع المسلم من نفس ما عانى منه المجتمع الغربي في العصور الوسطى من هذه الأزمات لتجبر مؤسسة دينية تستعبد شعوب؟ بالطبع ده لم يحدث في التاريخ الإسلامي وبالتالي هل يمكن إسقاط حالة مارتن لوثر على الحالة الإسلامية المعاصرة؟ ونقول ان هو نفس الطريق لا طبعا طبعا احنا لم ن... فهناك... هناك هناك اختلافات تتعلق بالطبيعه الاجتماعيه والتاريخيه لكل مجتمع. احنا ازمتنا الحقيقيه يا دكتور ادم ازمتنا الحقيقيه يا دكتور ادم اللي نحتاج فيها دلوقتي ان احنا نطلق قطار الاصلاح الديني ازمتنا الحقيقيه هي ان نتفق على تطوير صوره جديده من الفقه الاسلامي تتلق... تشتبك بكل جراه مع تحديات العصر تقدم وتطرح رؤية مناسبة مناسبة. يا جماعة الفقه لا نتكلم فيه عن الصح والخطأ. إنما الفقه نتكلم فيه عن الأكثر ملائمة لمجتمع الناس المتطور والمتغير. ده اللي احنا محتاجينه في هذا الزمن ولا نحتاج لانقلاب مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية. نعم شكرا جزيلا أستاذ أيمن. عندك تعقيب صغير أستاذ محمد عبد قبل ما ننهي؟ والله انا المقص... اخر ما يمكن ان اختم به هو اننا نفتح باب الحوار وباب النقاش مثل اللي فتحناه اليوم مع الاستاذ ايمن مشكورا وشكرا على تحمله وعلى ادبه وعلى كرمه في الحوار معنا هذه الحوارات جميله ومفيده جدا ومن المهم طرحها في السياق الاسلامي لان من شانها انتاج افكار جميله افكار مفيده انت رايت اليوم يعني كيف بدا الحوار ومع مرور الوقت بدات تتاسس مساحات الاشتراك بشكل كبير جدا ومساحات الخلاف التي كانت قد تبدو في الاول كبيره بدات تتقلص شيئا فشيئا لذلك انا اشجع على الحوار في مثل هذه المواضيع على طرح هذه المواضيع لان تعرف اين الاشكال أجد هذا في تجربتي الشخصيه اجد الاشكال في آه في انه كثير من الناس يعارضون ويمنعون حتى الحديث في هذا الموضوع، حتى النقاش في هذا الموضوع، حتى طرح هذا الموضوع لا هذه اجندات غربيه، هؤلاء ناس يريدون هدم الاسلام، يريدون لا تتحدثوا في هذا الموضوع، طرح هذا الموضوع وطرحه بقوه، اعتقد انه وسيله اساسيه وضروريه لتجاوز حاله التخوف والارتباك لا. التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم. طبعا اذا هو الحوار يكون محترم ومثل ما نحن قدمنا لحد الان كله باحترام وما تعدينا اي شيء لما لا؟ انا لا ارى هذا الشيء خطا. طبعا اشكرك جزيل الشكر استاذ محمد عبد الوهاب. استاذ ايمن اذا عندك كلمه اخيره تفضل لا حقيقه أو اولا انا سعيد جدا بوجودي مع الاستاذ محمد واتمنى الحقيقه تكرار مثل هذه الحوارات الراقيه والمحترمه واشكرك جدا على ادبك يا استاذ محمد وعلى غزير علمك وفكرك حتى وان اتفقنا او اختلفنا في النهاية. الحوار بالفعل الحوار بالفعل يؤدي في النهايه الى ايجاد ارض مشتركه تفيد مجتمعنا ولا تضره وتبني ولا تهدم ودي النقطه الحقيقه المهمه جدا اللي انا عايز اخرج بقى من مثل هذه الحوارات أشكرك جدا على الحوار واتمنى ان يكون انطلاقه الحقيقه بجد لطرح فكره التطوير الديني بس في اطار في اطار احترام الاديان، احترام ثقافتنا وهويتنا، احترام ثوابت الاسلام، تحديد ما يمكن ان نتفاعل فيه ان نشترك في التفاعل معاه لتطويره، وتحديد ما لا يمكن ان يطور لانه من ثوابت الاسلام. الحوار هيؤدي في النهايه الحقيقه لطرح نسخه من الاسلام اكثر ملائمه للمجتمع الحديث. اللي احنا موجودين فيه واشكرك يا دكتور ادم واشكر ثاني الاستاذ محمد شكرا بس. جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكم اثنينكم وانا بصراحه استمتعت يعني بما طرح من من اشياء ربما انا كنت اجهلها قبل يعني صار عندي معرفه فيها ايضا ونشكر جميع الذين كانوا معنا على الشات متابعينا و الاحد القادم سيكون لدينا حلقه عن الاحلام يوم الأحد القادم تكونوا معنا وأتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحون على ألف خير شكرا مع السلامة باي.